شرفني سيادة رئيس الجمهورية اليوم بمقابلة، وكانت الحقيقة فرصة طيبة تبادلنا فيها الآراء، وسمعت خاصة معناها تحليله لعديد المشاكل اللي تواجهها بلادنا اليوم، وكانت فرصة خاصة باش نأكد له مساندتنا لكل ما يقوم به لفائدة البلاد والمصلحة الوطنية، وكذلك معناها دعم حزب المبادرة لكل ما يمكن أن ينفع البلاد. وكانت الحقيقة مقابلة في جو نجم نقول عائلي، يدل على إن شاء الله ثقة متبادلة ودعم كامل لكل ما يقوم به سيادة الرئيس لفائدة خاصة الأمن في بلادنا واستقرار النظام. وهذا بطبيعة الحال لا يمكن إلا أن نسانده بكل في كل الظروف وبكل الوسائل.